السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مشاهدين كما كتشوفوا بمناسبة حاجوزة أو لا كما كنقولوا أسقا سمينو كيكونوا هكا الفرارج بلديين الناس كدير حاجوزة كتحتفل بهاد السنة هاد السنة الأمازيغية يعني بهاد الطريقة هادي. كل شنو كيدير كاين اللي كيشري الدجاج كيدير طريد كاين اللي كيدير كنقول حنا كيديروا تقلا كيديروا بأرقان. المهم الناس ديال الأمازيغ كيعرفوها. المهم بغيت نشارك معكم هاد السوق هذا اللي كيبيعوا فيه الدجاج والبيبي وهادي يعني تشوفوا معايا الأجواء كيفاش دايره. يلا خليكم معنا لا أحلى مشاهدين وما تنسوش كيف العادة لايك واشتراك وتفعيل الجرس وشي كومنتار زوين الله يحفظكم. يلا خليكم معنا يا أحلى متابعين نتمنى تستمتعوا معنا. يلا مرحبا بكم. كبارين هذيك الحال ابن الصغير شريت هذيك النهار صغيرين يومين ما يموتوا لي عاد درهم تصور عاد الدجاج نصوروا فينا احنا لا صورنا تاع حنا لا تاع صورونا غادي انا نشد هذوك وبلاتي تهدر الصغار مقاد راه ديال هذوك ها يلا سير حي ها هي الفن ساعه ما عليكش تبارك الله عليك الله يحفظك يلا ديال اختي تنحب الجايه من اللي بغيتي تفرجي دخلي تفرجي الله يسخر الحاجه الله يسخر بشحال هاد الشاد الخير قول لي كل حاجه انا عجبتني عاد البطه هادي عجبتني نهار البطه تما مسالياش ما غتاكلي صحيحه ايمن شو 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 اه انت خلي تصور فيها خلي وفي يا خير عمي نصورت معاه عمران عمران اش بيتك نديها والله الا عدي الله يرحم لك عمري لا حما خويا نعمرو لا جبيته تبقى في الماء تبقى في الماء بشحال هذا بشحال هذا البطه الحاجه والله جات شي اخاكم 10 دراهم ايمن زيد زيد نتواردوا في هذيك ديال البطه الحاجه ديال البطه ياك؟ ها يلا ياك عاد تسقوي لا لا ما كان كنصورك شنو صور عاسلة انا جبت عاد بدك يا احمد يلا كلارية اعطينا فاطمة تبارك الله عليك الحاجة ما يسخر ما شاء الله الله مبارك الله يبارك عجز بغيتك عاش ياش ها السلام عليكم سموح بدا يلا ها القنية دابا بغيتي البطة ولا بغيتي القنية قنية قنية دابا ما عرفتش اش بغيتي يلا يلا هزة يلا وجد شد منو يا الله خلي الصحة والراحة لا لا تبارك الله شي زوينة هادشي ولكن تيبغي تيساعد اي والله يسلمك الله يسخر الله يسخر لا لا ها انت شو السلام عليكم واش شفتي هاد البطه ديالك صحراها احمد صابيني شي لا 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 عوما عوما هاك شو شو مجمعين وفين فيا وفين فيا سجل بالزرقاء يبيضوني كيفاش؟ ما غدي الزرقاء حسمتي الساعة ما زوينين ها ما
سخري سخري عليها كاين الصح زوين زوين تبارك الله وهذا تا هو تا هو البط تا هو البط هذا كنار كنار هاكاك ديالك تا ولا ديالك لا كنتقبل ليا رجلي تبارك الله عليكم يا احلى متابعين خليكم معنا حتى لاخر الفيديو شكرا لكم الله يجازيكم بالخير ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم ان شاء الله وما تنسونيش بلايك لايك لحفظكم الله يجازيكم بالخير لا ماشي مشكله ما كان خلاص هذيك راه شحال دايره هاد البيضه هذا 30 انا راه البطه راه كاينه تما الارنب داك من بابا يا الارنب هذه هذا هذيك بابا شدي مغاره شدي شكرا الله يحفظك دائما نصورني مع الزقاق بر بر اين جيت في بالك ديري شي قناص اييه الله يحفظك عندك شي حمام ولا ما عندك لا عندي كنار عندي كنار والفيروس دوم سما صافي ما عندي ماشي مشكل لا ماشي كيبغي نكبي باش نشريهم عندي واحد ربعه بغيت نشريهم ويبيع عليك اللي بغيت لا انا بغيت نبيعهم انا عندي ربعه بغيت نبيعهم لك انا رجيت ما يتفوت لها يا العطار ما هو ماشي مشكل حسن الماكلة ديال معايا مصطفى اجا اخويا المهم ديال الماكلة ديال هادو راه وريتها لكم اصلا حتى تامينوش هادي بشنا هادي ديال هذا زوين وهادي البشنا ما عندك شي واحد بيض بغيت انا واحد بيض كنار بيض لا ماشي بيض ديال 5000 بس انا بيض كامل ديال 5000 كانت عندي بحال هادي انا الفيروس حيت حسن حيت شي فراخ ديال كب ها هذا فيروس هذه الادوات ديالهم البيض اليوم لا لا ديري معك حشمان حشمان البيض فرد عيال دير 26 لا يا ما تزوجوني شحال داير البيض شحال داير البيض بلدي 26 27 هاكاك حيت ليه قالوا لي 30 ماشي بحال بحال لا ماشي بحال هذا
هذا البيض ديال الدجاج هذايا ياك هذا ديال بيبي هذا ديال بيبي ماشي البيضات جوج دراهم هذه جوج دراهم 50 ريال راه وحده فين طايحه هذيك مهرسه من مشى الفطور صافي طال يديها ثقات الامان مع سؤال هيا مرحبا بكم مرحبا بكم دخلوا على ابوني انا مرحبا بكم انا من الحد سوق الحد مرحبا مرحبا خويا كتبوا السلعه هي موجوده هي تبارك معاك انتم البيض بنتي تبارك الله ما شاء الله ها ديك السوق ديال ولاد عياد هي سوق ولاد عياد سوق نيس ولاد عياد ولاد عياد يخدم في قيم صالح يخدم في قيم صالح يلاه تبارك الله عليكم يلاه الله يعاونكم شكرا شكرا جميع المتابعين ديالي القدام والجداد اللي دخلوا عندي مرحبا بكم وكنقول لكم اسبقى سمينو سنه سعيده وكل عام وانتم بألف خير مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.